الأحوال الجوية والطقس. إليك محمد. شكراً سحر، شكراً لك. إلى أحوال الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 24-15، الإسكندرية 23-14، ومطروح 22-14، بورسعيد 23-14، والإسماعيلية 25-15. وإلى السويس 24-14، العريش 22-16، وطابة 22-15، شرم الشيخ 27-19، والغردقة 28-18. الأقصر 28-15، وأسوان 29-15، والوادي الجديد 27-13، شلاتين 30-20، وأخيراً حلايب العظمى 27 والصغرى 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.